ما عم بعرف وين راحت غزل. البياع قال لي راحت من هون. غزل غزل غزل، يا ربي ساعدني يا ربي، رجاء ساعدنا ساعدنا يا ربي. ايه ستي فيك تقومي، يلا ممتاز، يلا فيكي تقومي، حاولي بس حاولي ستي، خليكي عم تحاولي. ايه ستي ممتاز. يا ربي ستي صار لك شي؟ اشربي مي على مهلك. بترجاكي سامحيني، ما بعرف كيف قدرت تكون أنانية لهالدرجة ستي. رحت أذيتك بس لأنه كنت بدي تكشفي غزل على حقيقتها قدامهم ونخلص منها. شو اللي عملته أنا؟ ما كان عندي أي خيار تاني، لهيك حاولت أعمل هيك فيكي ستي. أنا كنت بدي أجرب معك بهاي الشغلة بس أنا طلعت حدا أناني كتير. بترجاكي سامحيني ستي. بترجاكي سامحيني دعاء. دعاء، بعرف إني ارتكبت أكبر غلط بحياتي كلها، وأنا عن جد خجلانة من اللي عملته. أنا عم بترجاكي تسامحيني، سامحيني دعاء. بس اسكتي اسكتي، ما بدي اسمع منك ولا كلمة. حيدر كان معه حق بكلامه، أنا كنت لازم اسمع كلامه وما كان لازم أوثق فيكي. أنتي لازم تعرفي شغلي، أنا ماني ندمانة على اللي عملته اليوم. تعرفي ليش؟ لأنه أنا ما بشبهك، أنا عكسك تماماً، بحب عائلتي وكتير. أنا خايفة هلأ على حيدر وعلى روهان كمان. أنتي ما قدرتي تقولي الحقيقة لتحمي ابن بطنك.